طيب نستكمل مع بعض. احنا وصلنا للاساينمنت ده، في اساينمنت تاني هنطلب من اليوزر بدايه الارقام ونهايه الارقام، بس بنطبع الفردي اذا كان عايز يطبع الفردي، ونطبع الزوجي لو كان عايز يطبع الزوجي. يعني هنضطر هنا باستخدام جمله فور. ابعت لنا هنا مين؟ استاذ طه، استاذ رامي بعت لنا حل. نعم بعت له دكتور. طيب هو هنا بدأ بنفس الفكرة، ابدأ بداية الأرقام نهاية الأرقام. هنا هو عمل فكرة يعني على قد ما فهم من النص اللي كان موجود. هو بيطبع أصغر من أو تساوي الإند، بس هو خلاص نزود واحد مش مشكلة. ولو كان رقم بيبقى الاسم صحيح، لا يبقى الاسم صحيح، الاثنين يبقى فردي، إلسي يبقى زوجي. هو بيطبع الزوجي والفردي، هو صح يعني كفكره كلوجيك صح، بس انا ما كنتش اقصد كده. يعني انا قلت كده واحد ل 10 هيقول لي واحد الزوجي ده فردي ده زوجي ده فردي، بس هو كان كنت اقصد ايه؟ انك تقول له هنا تقول له ايفن اور اود. بعد كده انت سيبنا من دي دلوقتي. يعني هحاول بس ابسط الشكل للناس. فبنقول فور لو الارقام في الرينج ديت، فانت بتقول اطبع فاهمني؟ اطبع الرقم اللي بيبقى الباقي الاسم الصحيح بيساوي زيرو. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نطبع الرقم بس اللي يا اما الفردي يا اما الزوجي. فانا عايز اطبع كل الارقام، بس انا مش عارف الفكره بتاعتي بقى هي ايه، زوجي ولا فردي. يعني هي فكره ان هو زوجي ولا فردي. فقلت له ان النمبرز مودولس 2 بتساوي، بس عندي بقى مشكله، صفر ولا حاجه ثانيه؟ فممكن نقول له صفر صفر اف ان ايفن اور اود بتساوي ايه؟ اود. لا يبقى واحد. واحد لو الايفن اود جايبه ايه؟ ها؟ واخدين بالكم انا اقصد ايه ولا عذبتكم؟ انا كنت ممكن طبعا اعملها جوه فاريبل عشان تبقى اسهل يعني. واحد لو هي even او odd. خلينا نعملها جوه فاريبل عشان انا عارف ان هي هتلف معاك. يعني كده اهو. فكده بنقول ايه؟ if ان even or odd لو بتساوي كلمة odd يبقى هنعمل ايه؟ يبقى هقول له مثلا ايه؟ الرقم هيبقى بيساوي طالما ايف اود يبقى واحد، إلس يبقى الرقم ايه؟ بيساوي زيرو. فاهمني؟ وبناء عليها اقول له ايه؟ الرقم يكون بيقبل الاسم على الايه؟ على الرقم. فهو على حسب بقى هو ايفن ولا اود بقى. وبناء عليها يطبع بقى الارقام الفرديه والزوجيه، بس طبعا اود انا شغال كده يعني. فلو عملت كده نسينا بعد الإلس كولون، فقلت له هبدأ من واحد لغاية 10، قال لي ايفن ولا اود؟ قلت له أنا عايز الإيه؟ الاود. فطلع لي الفرد ما بين الأرقام دي. طيب قال لي في عندك مشكلة؟ إحنا محولين، ما خدناش بالنا إن أنت محولها انت.
هو دي كابل بيست عندك، بس هي حولناها انت، هي ما تنفعش انت، ده سترينج اصلا. سترينج نعم. حول من 1 لـ10 ايفن ولا فرويد لم يضع شيء. خد فالمفروض انه بقت بكام؟ المفروض تبقى بواحد وبناء عليه. بس حضرتك انت حاطط الفور تحت إلس، المفروض تبقى لوحديها يعني، الفور تحت إلس دي؟ في سبيس الفور داخل الفور دخلت جوه لوب تحت الإلس تحت اللي المفروض تبقى جوه. هيك صحيح فعلا، انا ما جيتش جنبيها لان هو كان، انا مش حاطط تحت، مش حاطط تحتيها، هو كان مزود اف فانا شلتها، مظبوط تمام. كانت واخده ايه اندنتيشن جوه، فانا ضفت دي مالهاش دعوه بالموضوع، بس احنا اللي كنا مدخلين دي جوه شويه، مش مشكله. فكنترول اس كده وراجع تاني، قلت له من 1 لـ10، قلت له خد، قال لي 1 3 5 7 9، قلت له ماشي مظبوط. رجع تاني من 1 لـ10 وعايزه ايفن او اي حاجه طبعا، قال لي خلاص 2 4 6 8 10 وهكذا. فيبقى طبعا يعني اي رينج انا عايزه بيطبع لي فيه الارقام اللي انا عايزها، يعني مثلا من 77 ل 100. قلت له انا عايز الاود هيمشي معايا بقى 77 79 لغايه ما يوصل معايا 99 وهكذا. كويس جدا، كويس جدا يا استاذ رامي. طبعا انا يعني احييك انك انت مستمر وبتحل لسه معايا، واتمنى ان الباقي يشارك ويبقى يحل ان شاء الله في ظروف المره دي وانت تستمر يعني. طيب ايه هو الاسايمنت اللي بعد كده؟ نفس فكره ان ياخد رقم اول ونهايه، يعني بدايه ثم يسال برنامج المصنع على الرقم، رقم يتم قسم الارقام المدى عليه، يعني رقم واحد. فاكرين في الفروايل كنا جايبين رقمين، لازم يقبل اسمي على 7 و9 على 3 و5 كده يعني. هنا بيقول لك لا، مجرد بس رقم واحد يعني بيقبل اسمي على الرقم الفلاني، يعني اقول لك رينج واقول لك بيقبل اسمي على 7، فتجيب لي كل الارقام اللي تقبل اسمي على 7 في الرينج ده. حد عملها دي؟ ديش ايه يا شباب؟ الديفايدر اللي احنا حلناه هي كنا عاملينها ديفايدر دي، تفتكروها؟ انا مش فاكر بصراحه رقم المثال اللي احنا حلناه. ايوه هو تم خمسة. كله دخل الاولاني دخل الثاني، وهنا بقى كله دخل الديفايدر، ما عنديش ديفايدر 1 وديفايدر 2 قاسم وخلاص اللي هنقسم عليه يعني. بس هي كانت معموله بايه؟ واي. هنعملها احنا بايه؟ فور صح؟ يا شباب فور. نعم فور. هنعمل الان او ها حد كده يمشي الحال يعني، حسوني ان حتى الناس معايا. يا شباب شباب ها حد يكمل؟ ماشي. ال ان او دكتور ممكن تعيد السؤال، ايش اللي مطلوب منه؟ اخذنا الرقم الاول، اخذنا الرقم الثاني، وده اللي هيقسم عليه، فهنطبع كل الارقام ما بين الرقمين دول اللي بتقبل الاسم على ده. 34 ان او ان الايه؟ رينج صح؟ رينج بتاعنا الستارت ستارت نمبر نمبر كوما الاند ايه؟ ستارت اند اند نمبر اند ان او زائد 1. نعم نعم. ونقفل قوس النهايه بتاعنا كده، عدى على كل الارقام. كل اللي هنعمله ايه؟ ان لازم الرقم يقبل اسمه الصحيح على مين؟
على الديفايدر. مظبوط؟ نعم صحيح. الاسم على الديفايدر انا بنقسم عليه، في الحاله دي هطبع. غير كده انا كده كده بزود واحد اشوف اللي بعده. احنا ما بنزودش واحد من فوق لان ده كان بالواي. الفور الفوق الفور كده كده بطبيعته انت ممكن تعمل كده كومه واحد. فاهم ان انت بتزود ايه؟ بتزود واحد، ولو ما حطيتهاش هي بتزود واحد هي يعني فوق. هي الديفولت واحد بتزود دكتور؟ اه هو الديفولت بيمشي واحد. اه نعم. زياده يعني لو احنا عايزين ننقص مش بالمكتوب هنعمل كده. لازم نكتب. نعم نعم. اي حاجه غير الستيب بواحد احنا لازم نحدد. غير الستيب بواحد هو بواحد. ده الديفولت بتاعه. ماشي؟ نعم. طيب. ااا آه. ثلاثه اللي هي الرينج لو دوست اف 5 عاملين حاجة غلط؟ عشان بس مزودين يمكن مزودين أقواس يعني. أنا هتبدأ من هنا تروح أبدأ من واحد لغاية 22 فاكر تسمع السبعة الواحد 22 احنا المفروض ما بنعملش كده احنا ما بنقسم ما بنشوفش الرقم ده بنقسمه بنقسم على مين؟ على ان هو لان الديفايدر صح نمبر ستارت نمبر ستارت نمبر في الفور ما بنغيروش لكن هنا احنا بنغير مين اللي الفور هتشتغل عليه الفور هي اللي ماشيه بقى بدات من الستارت بدات من كام؟ من الواحد هو بعد سال ايه؟ عمل لف كل مره بيسال الواحد بيسال على لا انا بسال على انه لان هو اول مره قيمته واحد مثال هنا ثاني مره قيمته هتبقى ايه؟ لان هو قيمته هتبقى اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه 20 كل مره بساله مع مين؟ مع الواحد 22 اسم بعد واحد واحد في حاجه غلط بس طبعا الحاجتين دول بسبب ان احنا واخدين كابي بيست من المثال اللي قبله من عنده. المثال اللي كان مبني بوايل. فدي بتكون دائما ما بين الوايل دي حاجه كويسه ان احنا عارفين ان دي دايما بتكون دائما ما بينها وما بين الوايل. يعني كل مره بنطبع الرقم اللي قبل بنطبع الستارت فالستارت تفضل عمرها بواحد. هو جاب ثلاث ارقام بيبان لي اسم على السبعه بس كل مره بيطبع الرقم واحد، كل مره كان بيطبع الرقم واحد. فنرجع كده نقول له من واحد 22 يبقى الاسم على السبعه قال لي السبعه وال 14 وال 21 دول الثلاث ارقام اللي بقى الاسم على مين؟ على السبعه. تمام يا شباب؟ بقى اسايمنت نخش في حاجه ولا نكمل ولا ايه؟ نفس الشيء دكتور صح؟ نعم؟ الان نفس الشيء في يعني نفس الامثله صح؟ مع كل مثال في فكره جديده. كل نعم. بس مش عامل تدريج ناخد الليست يا دكتور خلاص نخش في الليست ماشي ناخد نحل مثال مثلا من الامثله اللي كانت موجوده مثلا زي ده مثلا وناخد منه الليست على طول باذن الله يعني هنا كان عندنا اساينمنت كل انشئ برنامج به قائمه ليست او اري يعني بها اسماء ل 10 موظفين يعني هتدخل لي 10 اسماء بعد كده بالفور اطبع اسماء الموظفين متسلسله كما يلي امب رقم واحد اسمه امب رقم اثنين اسمه امب رقم ثلاثه يعني اطبعهم لي كده امب رقم كذا لغايه ان الاسم كذا عايز يعمل الفكره دي بالليست ده مثال ماشي خلينا نبدا عشان ناخد منه فكره الليست نبدا شغل عليه ممكن دكتور تسمح لي اسجل لو سمحت اه ماشي قول بسم الله لو احنا جينا كده
تمام بالرقم 56. تعالى نكتب الكلام الجميل ده وخلينا. أولا قال لي إحنا عايزين نعمل ليست عادية جدا، تمام، فيها بيانات بتاعة 10 موظفين. فال 10 موظفين عادي جدا إحنا كل اللي هنعمله إن إحنا هندخل أسمائهم، هو طالب مني إن أدخل أسمائهم كما هما، يعني مش حاجة تانية، يعني مش هنعمل إنبوت، مش هناخد إنبوت. قلت له ماشي هنعمل إمبس مثلا تساوي، واتفقنا إن هي بتعملها بالشكل ده. قمت قايل والله احنا هندخل اسماء نشوف الترتيب زي مثلا عاد هما رامي هما احمد هما مجدي ماشي. عملنا لستة فيها 10 أسماء. حلو. مفيش عندنا مشكلة. أدي لستة بالعشر أسماء اللي عندنا. وبعدين استخدم جملة فور اطبع الأسماء الموظفين متسلسلة كما هي. طيب. لو إحنا عايزين نعمل جملة فور عشان تطبع الموجود في الأري العادية بتاعتنا، إحنا أخذنا على ما أتذكر الكلام ده. يعني أخذنا المحاضرة دي يعني. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل له فور عادية، تمام؟ يعني نقول فور، تمام؟ الفور دي هنعمل فيها برضو عندنا طبعا الامب الواحد يعني موظف جوه الامبس، الامبس اللي هي شايلة كل الاسماء كده، شايله كل الايه؟ كل الاسماء بتاعتها. فاحنا كل هنعمله ان احنا هنلف جوه، يعني مش عارف تلاحظوها، يعني الاس دي الليسته اللي كانت شايله الاسماء، ام دي شايله واحد اسم. فبرنت مثلا خلينا بس خلص مثال خلص، يعني هدوس كنترول اس دوست كده خمسه قال لي اهو عادل ورامي واحمد و و و، فاهم؟ هل الفكره دي لغايه الحته دي بس؟ هل دي كانت بالنسبه لنا بشكل اي مشكله او في اي سؤال؟ لا ابدا، بسيطه. تمام. بس الشرح بس للليست والاري بشكل مفصل، بس احنا خدناه المره اللي فاتت ضمن الفور برضو كده. ايوه، ما احنا هنبدا ان شاء الله ناخد تفاصيل المره دي ان شاء الله، يعني تمام. طيب احنا ده بس مجرد ان احنا خدنا فكره الليست بالمثال ده ببساطه يعني. طيب احنا لو عايزين نطبع في الليسته دي، انا اتذكر ان احنا كنا رسمنا لها رسمه او شيء، صح؟ تخيل كده مش لاقيه. رجعنا للرسمه بتاعتنا دي، خلينا احنا كنا بنتكلم كده، صح؟ الليست بتاعتنا. فالليست دي فيها قيم، وقلنا شبهنا لو تفتكروا الكلام ده بالعماره، صح؟ وقلنا ان دي الفاريبل، كل خليه تعتبر اليمنت في الاري او اليمنت في الليست.
element في الايه؟ في الليست. يعني الـ variable بكل مفاهيمه هي عبارة عن عنصر جوه الـ array. واتفقنا مثلا لو الـ variable هنعتبره شقة يبقى الليست هنعتبره عمارة. وشقة بقى في كل دور، صح كده؟ هل دي فيها أي مشكلة ولا مفهومة؟ مفهوم. طيب. عايزين بقى ناخد شوية حاجات كده نفهم الليست أكتر وناخد عليها examples أكتر. الليستة دي بطبيعة الحال أنا ممكن أبدأ أعمل ليست بأشكال كتير، هنا الليست أنا مبنية جواها القيم، شفنا ليست أرقام وشفنا ليست إيه؟ أسماء، صح؟ شفنا دي وشفنا دي قبل كده. لكن الليست ممكن نعملها بأكتر من شكل. يعني مثلا ممكن أقوم جاي قايل إيه؟ ليست أشكال بناء الليست، ليست 1 مثلا دي ليست سميتها كده. ممكن إيه؟ أقوم جاي قايل بتساوي وعامل كده بس، قوسين كده فاضيين. كده أنا أنشأت ليست فاضية، تمام؟ دي ليست إيه؟ ليست فاضية. امتى الليست يعني. بس لسه ما حطيتش جواها قيمة يعني، لسه ما حطيتش جواها قيمة. ممكن أعمل ليست تانية. ليست 2 عادي جدا إن أنا أجي أمايل والله الليست دي هعملها أرقام. أعمل مثلا إيه؟ 10 20 30 وهكذا. برضو الفكرة دي واضحة ما فيهاش مشكلة. طيب. ممكن أعمل لستة بس من داتا تايبس مختلفه، يعني لو عملت ليست 3 مثلا ممكن او يعني من داتا تايبس مختلفه، يعني مثلا 10 كوما سترينج رقمي، تمام؟ هنا ده سترينج 30. طب قلت لكم كده عملت ايه؟ الليستة فيها ليست التالتة دي كانت فكرتها ان احنا عندنا ايه؟ داتا تايب. طبعا ممكن برضه داتا تايب زي يبقى مثلا 3.5 مثلا 3.5 فماشي الحال يعني. بس دي في انواع بيانات مختلفة ودي برضه صوت حضرتك يا دكتور بيقطع، بس صوت حضرتك بيقطع، مش عارف ده من عندي ولا انا عندي تقريبا مع الانترنت عندك كويس، ما قاليش ان عندي ضعف. اعتقد ان زمالك سامعني، في حد كل الناس بيقطع عندها ولا في ناس سامعاني كويس؟ في دكتور بعض الاحيان. في ناس عندها بيقطع قليل وفي ناس عندها بيقطع. نعم بالضبط. طيب هل كده سامعيني دلوقتي اكمل ولا ايه؟ ممتاز. ممتاز. يا شباب. يعني هكمل ولا بيقطع؟ طيب لو قطع برضه نبهوني اعيد المعلومه اللي لو قطع فيها الصوت ان شاء الله. طيب عندي ليست اربعه بشكل اخر بنسميها احنا النستد ليست. النستد نستد ليست يعني ليست جوه ليست. برضه ده موجود يعني ده متاح. ان انا اجي اعمل ايه مثلا؟ مثلا اقوم جاي قايل مثلا كورس بروجرامنج مثلا وجاي درجات الطلبه بتوعي او مديها الدرجات مثلا واحد جايب 100 واحد جايب 80 واحد جايب 70 مثلا، فاهمني؟ كوما قوم جاي قايل مثلا داتا بيز على سبيل المثال وقمت جاي جواها قمت قايل في 75 85 100 مثلا. خلاص ايه اللي حصل هنا؟ ممكن على فكره برضه اقوم جاي عامل كده واقوم جاي عامل ماشي اهو ما واضح واضح نفس الفكره كده. عملت ايه؟ دي اسمها ليست ليست ماشي. قائم متدخل فعليا العنصر الاول، العنصر الاول كان فيه ايتم لكن العنصر الثاني ما كانش فيه ايتم، كان فيه اكتر من، يعني مثلا لو عملنا كده عشان تتخيلوا الفكره. اننا عملنا مثلا احنا عندنا لسه فيها اربعه تقريبا صح؟ لسه كان فيها كام؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه. الاولاني ده كان شايل كلمه بروجرامنج تمام؟ هنا بقى كان في
تيبل تاني في ثلاث درجات صح؟ يعني في الريت داخلية فيها ثلاثة. ودي معكم الفكرة؟ اللي هي بس في خلية واحدة. اللي هما 180 70. 180 وايه؟ 70. بعد كده كان عندي داتابيز. هو داتابيز كان عندي ثلاث أرقام تانيين اللي هما دول. 75 85 100 هتقول يا شباب ده اللي حصل. حصل هيبقى شكلها كده. لو احنا يعني باي ذا واي كده ال بنقول ايه؟ عايزين نقول ان كل خليه ليها ترقيم، ليها حاجه اسمها اندكس، ليها اندكس. هتكلم كمان شويه. ده خانه رقم 0، دي خانه رقم 1، دي خانه رقم 2، دي خانه رقم 3. هنبدا بالترتيب بالصفر يعني. ده يعني عايز اقول ان دول الثلاث دول في خانه رقم 1، ده في خانه رقم 2، ده في خانه رقم 3. هيصبح بالنسبه لي ده الشكل بتاع ايه؟ بتاع الاري اللي احنا عملناه من شويه. الاري اللي هي النست اللي احنا عملناه من شويه. خانه واحده محطوط منه البروجرامنج، في خانه 2 محطوط ثلاث ارقام، في خانه 3 محطوط ثلاثه. دي الترتيب بتاعها، لكن احنا في الاندكس يعني في الفهرسه ماشيين 0 1 2 3 4 5 6 7 لغايه الاخر. تمام؟ هم يا شباب؟ نعم. طيب. بس ايه؟ تاخد من المثال 56 نفس المنظر. خليك في المثال الثاني مثلا ازاي بيشتغل على دي، بس كمجرد احنا بنقول ازاي اشكال بناء ليست. دلوقتي انا عايز اقول ايه؟ هنعمل مثال جديد. احنا الفريق بتاعتنا العاديه الجميله دي فيها اسماء، ماشي؟ ماشي. قريب بسيط. عايزين نتكلم ازاي بنوصل للليمنتس اللي موجوده، العناصر الموجوده دي فيها ازاي نعمل اكسس. ازاي نعمل اكسس يعني ازاي نقدر نوصل ازاي تقدر توصل للليست بتاعتك. سوري قطع. هشرح فكره الفرص دلوقتي. في عندي كذا اسلوب، في عندي كذا اسلوب اللي بنتكلم صح. مظبوط. فعندي ايه؟ اول حاجه لو جيت قلت برنت دي قلت له الامبس اوف زيرو. المثال ده اسمعني عامل كده يعني. واحنا عاملين ترتيب المنظر ده مباشرة مفيش حاجة تطلع. شوف هما كام واحد 10 يعني الأري عاملة كده مثلا 0 1. طب عشان احنا هنعمل كذا لعبه يعني 2 3 4 5 6 7 8 9 9 مش 9 دول يعني 10 ولا صح؟ نعم صحيح. كنت باخد ايه البيانات بتاعتك حاطط كده.
ماشي. فعليا انا محتاج مثلا احط بس كده ايه للتوضيح بس ان ده اسمه الاندكس اي الايه البن ماشي طيب. وهديكم كده ايه مختلف عشان الناس تاخد بالها من كده مش تبع المصروف يعني مش تبع الريه طيب لكن هي دي شكلها هي دي شكلها كده في الميموري كل دي خانه بس اسمها فاحنا لو جيت قلت امس اوف زيرو تمام جربت دوس كنترول اس 5 قال عادي على اساس ان الاندكس اللي رقمه زيرو هو مين؟ هو عادي يعني لو جينا مثلا قلنا رقم 7 لو عايزين نطبع رقم 7 هنا قلنا اندكس اوف 7 تمام قبل مين؟ قبل 1 طيب لو جيت قلت له احنا خدوا بالكم احنا ما عندناش اندكس رقم 10 احنا اخرنا كام؟ 9 لو جيت قلت له اندكس رقم 10 هو في اندكس رقم 10 احنا ما عندناش من 0 ل 9 بس ايوه فهمت 10 هيريز ايرور هي ايه؟ اندكس اوف ايرور اسمه اندكس ايرور يعني اندكس في مشكله ليست اندكس اوت اوف رينج يعني الاندكس انت حاطته لنا ده بره الايه؟ الرينج المسموح به بره الرينج المسموح به انا هحط لكم كده تعليق عشان تفتكروا ان هي بتطلع ايرور بس انا هوقفها عشان ما نعديها يعني تمام بس احنا بس بناخد بالنا ايه اللي بيحصل في الحالات دي طيب ما عندناش مشكله طيب لو انا بس عايز اكسس تاني بالاندكس بس عايز اعمل المصفوفه اللي كنا اخذناها من شويه لا مش دي اللي هي رقم 7 مثال 57 يعني لو عملنا كده واحنا على مثال 57 ايوه اللي هي دي اللي هي النستد تمام انا عايز اخد نفس الاكزام بتاع النستد على اساس انا راسمينه يعني هو قدامنا صح؟ عارفين هيكله ماشي ازاي؟ قدام عينينا تمام؟ وجيت قلت له ايه؟ خلي دي ايه؟ خليها ان ليست ماشي؟ ان ليست ليست يعني وجيت قلت له برنت وقلت له اطبع لي من الان ليست 1 0 خليها في 0 0 المفروض تطبع ايه؟ بروجرام صح ولا ايه؟ يعني لو قلنا لسه في 5 لسه كده شغال هيقول لي ايه؟ بروجرامينج تمام مفيش مشكله لو خدت نفس الكلام ده وقلت له اطبع لي 3 طب دي اللي هي في الرسمه بتاعتنا اللي صفر بروجرامينج 1 كانت دي 2 كانت دي 3 كانت دي طب كده انت قدامك اري يعني قدامك ايه؟ اري على بعضها صح؟ فدوس كنترول اس ودوس كده رن هيطبع لي الاري كامله هيطبع لي الاري كامله. خدتوا بالكم؟ هيطبع الاري بشكل دكتور ما بنقدر نختار مثلا عنصر جوه هاي الليست؟ نقدر نعملها ازاي؟ لو انا جيت قلت ايه؟ انا عاوز في الان ليست في رقم واحد خد بالك رقم واحد رقم واحد اللي مين؟ دي 178 صح؟ ال 178 قلت له عايز لا اول واحد منها اول واحد ايه؟ اول واحد منها خدت لي بالك؟ يعني كم اول واحد منها؟ 100 180 لا 80 يعني 100 دي واخده زيرو صح خد بالك بقى ماشيين على زمان اندكس مش ترقيم عادي لما ادوس كنترول اس وادوس رن طبع لي كام؟ طبع لي الثمانيه صح؟ طيب سؤال لو انا مشيت بنفس الفكره ده دي كده اسمها بنسميها التو دايمنشنال ليست يعني ليست بايه؟ باثنين ببعدين يعني فاهمين يعني ببعدين؟ يعني ليها
خانتين يعني خانتين عشان تقدر تحدد اللعبه بتاعتها ماشيه ازاي. طيب دكتور هسه هي نفس الاري يعني حاسه نفس الشيء ولا بس هي عشان انها بتاخذ اكثر يعني تايبنج اكثر من تايبنج؟ لا الليستنج يعني يعني ايش الفرق بين الاري ولا الليست في البايثون؟ الليست هي ليست ما فيش عندنا في البايثون اري بمعنى كلمه اري الا ما بنستدعيها يعني بالامبورتنج لكن الاصل عندنا في البيانات اللي هي انواع هي الليست بالنسبه لك اري لو انت شغال على برمجه قديمه هي الليست هي الاري عشان ما تلخبطش نفسك يعني لكن هي ببساطه عندنا حاجه اسمها الليست والتابل والديكشنري والحاجات دي احنا نعرفهم ورا بعضين ان شاء الله هم دول موضوعنا يعني بس ممكن الاركتكشر تبع الاركتكشر تبعت الليست افضل يعني بفورم يعني مش عارف حاسه احسن من الاري لانه يعني الاري حتى في عمليه الاستدعاء اللي في البرمجه العاديه شوي فيها بدها تركيز يعني حاسه انها اسهل الاثنين اسهل عشان البايثون لا لا هي الاثنين سهلين يعني مش نفس الفكره هم الاثنين يعني حتى لان هم الاثنين نفس الفكره العكس هو بس الليست بتدينا شويه مجموعه من الفانكشنز عشان تساعدنا في ان احنا نعمل عملياتنا بس مش اكتر بس انا اسال بس اخر حاجه كده يعني على السريع كده بس لو انا جيت متقال في الخانه رقم 0 0 ينفع رقم 0 اللي هي الخانه دي اول اليمنت في المصفوفه اللي هو ايه 0 صح فجاب لي ايه بقى جاب لي البي على اساس ده سترينج وان البي حرف والار حرف والزيرو وهكذا صح ولا ايه؟ كنا اخذناها مع عملنا لوب قبل كده عليها اعتبر ان كل حرف في ايه؟ في ديجيت صح اعتبر كل حرف فين؟ في ديجيت